ابتدى بالظبط 11 ونص، عشان النص ساعه دي كان فيها محاضره من الجهاز الفني للاعبين، وبالتالي التمرين كان مهم. وبعديها اتحرك الفريق للمطار، الطياره طلعت بالظبط في تمام الساعه 2 او 2 ونص، ووصلوا بسلامه الله لمدينه الغردقه عشان يكونوا متواجدين في الجونه تحديدا ويخوضوا او يستعدوا لخوض هذه المباراه الهامه. 22 لاعبا في قائمه الاهلي استعدادا للجونه، ال 22 لاعب مين هم؟ محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، ومحمود وحيد، وحسام عاشور، عمرو السوليه، واليو ديانج، ووليد سليمان، واحمد الشيخ، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاي، ورمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات، ومروان محسن، ووليد ازارو. المحاضره الفنيه كانت اكيد مهمه، مستر فايلر اتكلم فيها على المباراه، اتكلم فيها على كيفيه خوض المباراه دي من الجانب التكتيكي، من الجانب الخططي، وبعض الامور اكيد اللي بتكون بتهم الفريق خلال الفترة اللي جاية. والفترة اللي جاية مليئة بالتحديات، بقى بالتحديد كمان ايه، عندك تلعب دوري، وبعد كده تروح تلعب دوري ابطال افريقيا، وترجع تلعب كاس مصر، وبعد كده تروح تلعب دوري ابطال افريقيا تاني، وترجع تلعب دوري بقى. بالتالي قرعة كاس مصر نتجت عن ايه؟ ان الاهلي هيواجه بني سويف في البطولة دي في دور ال 32 بعد القرعة اللي اتعملت النهاردة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. ومباريات دور ال 32 هتكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، يعني احنا هيبقى عندنا مباراة في كأس مصر قبل مباراة الهلال السوداني اللي هتكون يوم 6 ديسمبر. الميعاد هيكون امتى بالظبط؟ بكرة اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات بالتحديد هتعلن عن ميعاد هذه المباراة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مشواره في بطولة كأس مصر. طيب كمان من ضمن الاخبار اللي عايزين نتكلم عليها بخصوص المصابين، راحه 3 اسابيع لحمدي فتحي، وده طبقا للبرنامج اللي موضوع له من قبل ماير الخبير الالماني واللي عمل الجراحه للاعب. فبالتالي راحه 3 اسابيع، بس ال3 اسابيع دول هيتخللهم بالمناسبه تدريبات خاصه بالجانب البدني بالنسبه للاعب بعيد عن رجله، يعني بعيد عن الاصابه، مكان الاصابه. وده الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هيكون في تدريبات خاصه بحركه الجسم دون التعرض للركبه بناء على توصيات ماير. بالنسبه لمحمود متولي بينفذ المرحله الاخيره من برنامج التاهيلي، وان شاء الله باذن الله قريبا يعود محمود متولي، لعيب مهم جدا، وهيكون في فحص مستمر للاعب للتاكد من تجهيزه بشكل سليم قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. احنا عارفين متولي غايب بقاله فتره بسبب الاصابه في او مزق في العضله الخلفيه. طيب مران خاص للغائبين عن مباراه الاهلي، وطبعا اكيد حضراتكم بتسالوا على صالح جمعه، صالح جمعه تم استبعاده رؤيه فنيه من مستر فايلر، واكيد رؤيه فنيه تحترم، الراجل هو ادرى بكل الامور وكل الجوانب اللي بتتعلق بالفريق في الحقيقه. فبالتالي مجموعه الغائبين عليهم تدريبات خاصه النهارده الظهر، سعد سمير وحسين سيد وصالح جمعه، وبجانب طبعا كريم ندفد اللي ليه برنامج علاجي بينفذه. طيب من الاخبار الكويسه ان نجمنا